عودة إلى زماننا هذا. التفتوا أعزائي ماذا يقول هذا الرجل، رجل من كبار علماء أهل السنة، انظروا ماذا يقول. البعض يقول لي سيدنا لماذا تميز أنت بين علماء أهل السنة وبين الاتجاه الأموي ابن تيمية ابن ومن تبعه والوهابية وعلماء المملكة العربية السعودية، لماذا تقول هذه جهة وتلك جهة أخرى؟ التفتوا لأعزائي ماذا يقول هذا في صفحة 30 و31 من الكتاب، سأطيل على الأعزة ولكنه مهم. يقول: قال الإمام الحاكم: بحمد الله أبتدئ وإياه أستهدي وبتوفيقه أكتفي، التفتوا جيدا، وأصلي على محمد النبي وآله أجمعين كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عنهم الغافلون. الله الله الله، إذن هناك غافلين. التفتوا: كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عنهم الغافلون. ثم إن زماننا، هذا منشأ أن يكتب في فضائل فاطمة الزهراء، ثم إن زماننا قد خلفنا في رعاة يتقرب الناس إليهم ببغض آل رسول الله. عجيب، ظاهرة القرن الرابع الثالث والرابع أعزائي، كأنه ظاهرة، وقلت هذه آثارها موجودة الآن. فكل من يتوسل إليهم فتوسلهم بذكر الآل بما قد نزههم الله عنه، وإنكار كل فضيلة تذكر من فضائلهم. يقول أساسا كان هناك تيار، أي شيء يرتبط بفضائل آل البيت لابد ماذا؟ لابد أن يمحى من ذاكرة الأمة. والله المستعان على ذلك. والمسؤول أن يصلي على محمد النبي وآله وأن يبدلنا بالخوارج خيرا منهم. مقصودة من الخوارج يعني النواصب، مو مراد الخوارج كاصطلاح. ومما حملني على تحرير هذه الرسالة، جيد، سبب أنه كتبت هذه الرسالة، تكتب في فضائل. لماذا؟ أيوجد أحد ينكر فضائلها سلام الله عليه حتى تكتب؟ قال: أن حضرتم مجلسا حضره أعيان الفقهاء والقضاة والأمناء من المزكين وغيرهم. إذن مجلس ماذا؟ مجلس علم وفقه وقضاء، وبتعبيرنا أحسنتم مجلس نخبوي علمي. وجرى بحضرتهم ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فانتدب له عين من أعيان الفقهاء، فقال: كان علي لا يحفظ القرآن. كان من المسلمات، علي والقرآن شنو علاقته؟ علي الذي لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن، لا يحفظ القرآن. علي الذي قال عنه رسول الله: تركت فيكم كتاب الله وعترتي وعلي منهم، وإن فإنهما لن يفترقا. لا يعرف ماذا؟ لا يحفظ القرآن. وهذا الشعبي قد نص عليه، والشعبي معروف من كونه من النواصب عليه. فقلت له: أو غير هذا؟ غير الشعبي منه أكون قال هذا؟ قال: فإن الصحابة الذين هم أعلم بذلك من الشعبي قد شهدوا له بحفظ القرآن، يعني للشعبي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي سيد القراء من التابعين، قرأ عليه وله وهو أحد الرواة، قال: الشعبي أعرف. فقلت: إن الشعبي لم يسمع منه إلى آخره. المهم، إذن علي ماذا؟ لم يحفظ القرآن. هذا مرتبط بعلي. ثم جرى في المجلس ذكر بنات النبي صلى الله عليه وآله، زينب ورقية وأم كلثوم، فقال بعضهم: إن الرواة لينكرون أنهم بنات خديجة من رسول الله. وهذا يكشف أن المشهور كان في ذلك الزمان أن هؤلاء ليسوا بنات ماذا؟ رسول الله. وهذا هو الصحيح. الصحيح. فقلت، الحاكم نظره خلاف، يقول: فقلت: هن بناتها منه، إلا أن ذكر فاطمة في الأخبار أشهر. من يقول؟ الحاكم النسابوري. وفضائلها في الروايات أكثر.
من يقول النيسابور؟